ينضم إلينا الآن من تونس مراسلنا سيف الدين العامري. سيف أهلا بك معنا، لو تطلعنا على الوضع كيف يبدو في ظل دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للخروج في مسيرة اليوم. فعلا خرجت المسيرة من ساحة محمد علي وسط العاصمة تونس في المقر القديم للاتحاد، وقد جابت شوارع جزء من شارع الحبيب بورقيبة أمام كاتدرائية سان فانسون دو بول وشارع باريس، أما الآن فهي أمام مقر ولاية تونس بشارع روما في قلب العاصمة تونس. الشعارات التي رفعت طبعا منها الاجتماعي والسياسي، المطالبة بالزيادات في الأجور وتنفيذ الاتفاقيات مع عديد القطاعات التابعة لاتحاد الشغل مع الحكومة، وأيضا محاول يعني دفع الحكومة للتحكم في الأسعار. أما الشعارات السياسية فهي أساسا تنادي بالحريات النقابية وإطلاق سراح النقابيين الذين تم توقيفهم، والذي يقول اتحاد الشغل أن توقيفهم جاء على إثر نشاطهم النقابي. الطبوبي صباحا أكد على ضرورة الإبقاء على التضامن الدولي مع اتحاد الشغل، طبعا مؤكدا أن منظومة النقابات في العالم تتضامن مع بعضها ضمن فكر النقابة أو الفكر النقابي العالمي. طبعا الطبوبي أكد أيضا على أن تونس لن تعود إلى مربع الاستبداد، مشيرا إلى أن محاولة حصر الاتحاد في المربع الاجتماعي فقط لن تنجح، وأن الاتحاد له مواقف سياسية أيضا يطلقها عندما تشتد الأزمة بحسب نور الدين الطبوبي. المسيرة لا تزال تتواصل إلى حد الآن، هناك وقفة أمام مقر محافظة تونس. طبعا الشعارات كما قلت نقابية واجتماعية وسياسية، ويقول مراقبون في الحقيقة أن هذه المسيرة برمزيتها تنبأ ربما بتصادمات أخرى بين الاتحاد السلطة في الأسابيع المقبلة. شكرا لك مراسلنا سيف الدين العامري، كان معنا من تونس.